تأسست شركة دهانات الجزيرة عام 1979 للميلاد بمدينة الرياض باعتبارها شركة متخصصة في إنتاج دهانات عالية الجودة وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت في إثبات ريادتها بإنتاج يتخطى 500 ألف طن سنوية وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة وخارجها، كما التزمت بتعزيزها لقيمة المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الحياة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية كمؤسسة سين لإعادة ترميم منازل العائلات المتعففة والمشاركة في حملات التبرع بالدم ورعاية مبادرة عسير كذا أجمل لمعالجة تشوهات جدران المباني والمنازل في المنطقة باستخدام منتجات دهانات الجزيرة، والمساهمة في تيسير تجربة ضيوف الرحمن بموسم الحج، وصولاً إلى دعم عدد من المساجد في كل منطقة من مناطق المملكة بإجمالي 2884 مسجد. وتسعى شركة دهانات الجزيرة باعتبارها شركة وطنية رائدة لاستمرار دعمها للمسؤولية المجتمعية بتطلعات مستدامة لرفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.